نور، للدراما السورية عبر تاريخها الطويل وبمجالاتها المتعددة امتدت لتلامس مختلف جوانب حياتنا الإنسانية، فكانت الأم صورة حاضرة بتاريخ الدراما عبر مراحلها. لما بنحكي عن الأم بدرامانا، أحد أبرز الأسماء يلي بتتبادر لذهننا القديرة أنطوانيت نجيب، يلي جسدت حالات المرأة بشكل عام والأم بشكل خاص، فناقشت أدوارها الأيقونية بذاكرة محبيها. سلمى، اليوم بعيد الأم نستحضر معاني هالمناسبة الكبيرة مع الفنانة الكبيرة أنطوانيت نجيب اللي تربت وتربى على أدوارها لكثير من الأجيال. أول شيء بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير، ودائما يمكن حضورك بيعطينا نوع من السعادة والدفء والحنان. كلياتنا لما كنا نحضرك على التلفزيون بتحسسينا أنك أمنا، يعني من خلال الشاشة. إن شاء الله كل عام وأنتوا بسوريا بألف خير. أنتوا يا أمهات المستقبل بقى، اللي بتكون ترجعوا أيام ما كنا نحن صبايا. هلأ بدنا نتفائل فيكم لما بتكون أمهات صالحات بهالبلد. إن شاء الله يا رب. يعني أنا سعيدة جدا أني أكون معكم بعيد الأم، بالرغم هذا العيد بالنسبة إلي ممكن يعني يأثر فيي بإني أنا ما عندي والدتي الله يرحمها ويرحم أموات العالم كلها. الله يرحمها يا رب. ونيال اللي عنده أم يا بنتي، جد أنتوا تنتين نيال كلنا أنه عندكم أمهات. الله يخليك. هذا الشيء لأنه ما ممكن شيء يعوضه غير الأم. أكيد. حضرتك أم وجدة، وبنفس الوقت حضرتك مثال لكثير أمهات. اليوم مثل ما حكينا بالبداية أنت أيقونة للأم السورية. ما في عمل درامي قدمتي إلا وقدمتي صورة الأم بكل تفاصيلها. يمكن حتى الممثلين اللي كانوا يكونوا بأدوارهن أبنائك كانوا يقولوا الفنانة أنطوانيت نجيب ما بتمثل، تعطي عطاء وحب وحنان حقيقي. هاي التفاصيل اليوم قديش يمكن نحن بحاجة هاي القوة وهي الصبر الموجودة عند حضرتك، واللي يمكن شفناها كمان بكتير بأعمال درامية. شكرا على الكلام الحلو. هي الأم بأي مكان مفروض تكون حسة صح أو إحساسها بأنه تكون أم صالحة على الأقل. وأم الأم ما ممكن إنسان يأخذها هيك يحطها أنه أنت دور أم بدها تمثل دور الأم. أنا بالنسبة إلي كلكم أولادي، كل أولاد سوريا هي أولادي، فأنا مثل ما بعامل أولادي ببيتي بعامل العالم اللي بيكونوا عم يشتغلوا معي، لأني بحب كون الأم اللي تحمل كلمة أم. هي كبيرة لأنه الكلمة مو صغيرة أبداً. الأم يا بنتي، يعني الواحد هلأ أوقات بيقول أنه الله يرحم أمي توفيت، هاي الله يرحمها هو رب العالمين بيرحم الجميع، بس فراء البيت وقت بتكون في أم شغلة عظيمة، يعني شغلة مو ممكن واحد يتحملها. يمكن جميع المفردات بتغيب لما بدنا نعبر عن الأم. قد ما حكينا عن الأم يمكن ما بنقدر نوفيها حقها سنت أنطوانيت نجيب، ويمكن الصدق اللي بتعطينا إياه من خلال أدوارك كأم بيوصل للقلب. اليوم بعيد الأم، شو بتحبي توجهي كلمة لكل أمهات السوريات، لكل أم شهيد فقدت ابنها وقدمته قربان لهذا الوطن، لكل أم سورية عم تتابعنا اليوم؟ نحن بعيد الأم قد ما حكينا عن الأمرأة السورية، الأم السورية ما بنقدر نوفيها ولو جزء من هي العطاء اللي عم تحكي عنه ست أنطوانيت، جزء بسيط من عطائها. نحن هلأ بهاي الأحوال نحن فيها الحرب اللي حطونا فيها بالأحرى. يعني أنا ما فيني أعبر إحساسي عن أي أم شهيد، يعني أو أي واحد مثلاً عنده أولادها راحوا على الحرب واستشهدوا، قديش هي بدها تكون مقهورة بأنه بهذا اليوم ما رح يجي ابنها أو بنتها تقول لها كل سنة وأنتي سالمة أو كل سنة وأنتي سالمة يا ماما. هذا الإحساس كتير كبير وكتير يعني هيك بتعبني نفسياً. أنا مبارح الحادثة اللي صارت هي تبع التفجير، أنا ما نمت امبارح يا بنات، ما نمت. إنه في شيء لا معقول، يعني الله يعين كل أم بتفقد ابنها أو بنتها أو بتفقد عائلتها أو بيتها، حتى البيت اللي هي ساكنة فيه، هذا الشيء ما ممكن يتعوض. فأنا سعيدة جدا إني أكون معكم بالرغم إني أنا مجروحة من جوا بالحرب اللي عم يشنوها علينا، بس أنا الحمد لله عم أقول نحن في عنا رجال يعني بشد الواحد ظهره فيه انه هو ما في خوف، لانه جد لولا الجيش العربي السوري كنا من زمان رحنا. اكيد عندنا رجال بيهدوا جبال، يعني طبعاً اكيد طبعا طبعا عندنا رجال جد
أنا في أحدهم قال لي على كلمة قلتها بأحد اللقاءات إنه البوط العسكري بحطه على راسي، رجع بقول البوط العسكري بحطه على راسي وبقلبي، لأنه لو ما كنا رحنا من زمان. أكيد تسلم يعني. تسلم إيديهم طبعا، والله يقويهم ويحميهم، الله يطول عمرهم، والله يقويهم أكثر وأكثر، لأنه هذا الهجوم كثير قاسي وكثير، يعني هذا الدم اللي عم نشوفه نحن ضار بالإنسان، ضار بالعين، ضار بالإحساس، ضار بالشم، صرنا عم نشم ريحة دم، لأنه حرام هذا الشيء اللي عم يصير. أكيد الرحمة، أكيد الرحمة لكل الشهداء سوريا. أكيد يمكن أكيد. سوريا غالية، وقد ما قدمنا نحن مهرة غالية، ما عملنا شيء. سوريا غالية كتير. اليوم ست أنطوانيت مثل ما قلتي نحن موجودين اليوم بس كرمال تضحيات الجيش العربي السوري يلي عم بيضحوا كل يوم لحتى نحن نبقى متواجدين. ما فينا إلا نكون هون ونقدم ونعطي، لأنه اللي راح ما لازم يروح رخيص. نحن لازم دائما نقول قديه هن عم نكبر فيهم. صح بس مهما قدمنا لهم ما رح نقدر نعطيهم ولا جزء صغير، ولا جزء بسيط، ولا جزء من جزء بسيط، حتى بسيط من اللي عم يقدموه. شو ما حكينا ست أنطوانيت، شو ما حكينا ما بنقدر نعبر عن التضحية الكبيرة اللي عم يقدموها. شو ما حكينا ما بنقدر انه فيهم جزء من حقهم، لانه عندنا مثل ما قلتي ست أنطوانيت رجال بيهدوا جبال، لانه في امهات طبعا سوريات طبعا ربون اليوم على العز والأصالة والفخر. يمكن عم نحكي من بداية الحلقة أنا وسلمى أنه ما في مفردة بتعبر عن عظمة الأم السورية اللي بتقدم ابنها، عن عظمة طبعاً رجال الجيش العربي السوري. أكيد شوفي نحن لا شك أنه في عنا أمهات هن أبطال بحدهم، يعني صحيح بحياتهم. يعني أنا أحد الأيام شفت إنسانة عم تحكي مع ابنها فوق قبره، يا الله شو كنت عم حس بهذا الإحساس الكبير، إنه يا ابني أنت رحت تركتني. يعني هي خايفة عليه وبنفس الوقت زعلانة إنه تركه. هذا البعد عن شيء من كبده، شيء من جسمه، شغلة فظيعة يا ماما، فظيع إنه واحد يفقد ابنه أو بنته. طبعا جد، لأنه هاي الأم ما ممكن تعطي الإحساس اللي ممكن يعطيه، مع احترامي للرجل نفس الشيء، الأب كمان موجود يعني لا شك، يعني عمود البيت وسند البيت. طبعا لا شك. بس نحن النساء اللي عم يقدموه جد بيرفع لهم، مو بس بيرفع لهم القبعه، لا بينحني الواحد انا تحت اقدامهم. صحيح، انا بنحني تحت كل ام شهيد الا الله يوقف معك والله. لانه يعني احدهم قال اربع اولاد راحوا، طيب شو اكثر من هيك بدها تقدم؟ اربع شباب راحوا، وإذا بدهم ياخذوا الباقي، هي أم عظيمة، هي أم عظيمة. هلا كان معنا ست ابتسام، أولادها الاثنين راحوا، وابنها الثالث بدير الزور. أنا هلا عملت لقاء، وبدها كمان ابنها الرابع يروح. من كم يوم عملت لقاء مع التربوية، واحدة عندها وحيد وحب يروح يتطوع وراح، ولهلا ما بتعرف عنه شيء، يعني ما حدا جاب جسته أو شيء، بتطلب من ربها بس إنه يجيبوه لها لتشوفه. يعني هذا الإحساس أنا عم طلع فيها، شلون عم تحكي هي؟ شو عم تقول؟ يعني حطي حالك محلها، شغلة عظيمة كبيرة إنه بعدها لهلأ عم تتنفس. سبحان الله، ما هو رب العالمين هذا الشيء الوحيد اللي بيبدأ كبير وبيصغر الموت، لأنه لو ما بيصغر واحد بيروح وراء اللي بيروح، هي سنة الحياة يعني. أكيد نوجه تحية لكل الأمهات السوريات ونقول لهم كل عام وأنتوا بألف خير. شو بتحبي توجهي تحية كمان لرجال الجيش العربي السوري؟ شو بتحبي تقولي لهم؟ والله مهما قلت لهم هلأ بودي أنا راحة، في عنا إن شاء الله هلأ تكريم بحلب. أنا حلب بالنسبة إلي يعني مهرجان بالأحرى، يعني عيد الفن أو عيد 50 سنة مرور على هذا الشيء. أنا حلب بعرفها بالشبر، إن شاء الله روح وارجع. بس قالوا لي حتروحي، وأنا بعرف إنه أهل حلب بيحبوا حلب وأكيد حيعمروها بشكل سريع. أكيد وبهمة الجيش طبعا، وبهمة قائدنا العظيم الله يطول عمره ويحميه من أولاد الحرام. آمين يا رب. يعني ست أنطوانيت شو ما حكينا مع حضرتك بيضل دائما وجودك له هيك دفء، له حنان،
شو ما حكيتي، حكيتي بالدراما ولا حكيتي بالحياة ولا حكيتي بأي شيء، ابتسامتك وشك البشوش اللي بيشبه ملامح كل أم. يمكن أنا اليوم حسوني أنا أمكن يعني نحس اليوم نحن بدنا نطلع على الهواء، حسينا هيك بالراحة برغم كل يمكن المشاعر القاسية اللي عاشوها السوريين امبارح، بس عن جد وجودك بيعطي دفء. ما بتتصوري أنا ليلة امبارح ما بعرف النوم بهذا الشيء اللي أنا شفته. ما بقدر أوصف لا حيوان لا مفترس، ما بعرف شو اللي صار، بأنه هذا الشيء اللي عم يعملوه فينا شيء مو طبيعي، لا يعني ما بيحتمله عقل. صحيح، هذا الشيء اللي أنا شفته امبارح بالتلفزيون، صدقيني أنا هلأ قلت لكم قبل شوي كنت بدي أعتذر لأنه ضجط يعني معك. فقدت كل صبري، ما نمت يا ماما، ما نمت، قلت لكم والله أنا تعبانة، حاسة وشي اليوم تعبان، يعني أنا بعرف حالي حلوة شوي بس حلوة بكل حالاتك، جميلة بكل حالاتك، أنا حلوة لأنكم تحبوني حبيباتي، إحنا بنحبك كتير وبنكبر أنا فيك كتير. بعشق هاي الأرض عشق، كيف إنسان ممكن يعشق حبيب أو حبيبة، أنا بعشقها وبس. أكيد نحن بنكبر فيكي ست أنطوانات نجيب وفخورين فيكي، أنت بتمثلي كل امرأة سورية، كل أم سورية، أنت أمنا كلياتنا. الله يخليكم. بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنعيد عليكي مرة تانية، كل عام وأنت بألف خير. اليوم عيد الأم كان مميز بحضورك معنا. شكرا لكم، ونيال اللي عنده أم اوعكم تفكروا يوما ما انتم التنتين تعملوا لها حركه انه تضايقوها، لانه هذا حتنزل هلا عم يحضرونا. اكيد نوجه تحيه لامهاتنا، بنقول لهم كل عام وهن بالف خير. انا بوجه لهم تحيه اذا عندهم هيك صبايا حلوين انه يترقفوا باحوالكم كمان. الله يخلي لنا اياهم يا رب، يا رب ويخليكي لعائلتك، خلي كل امهات العالم، كل امهات الله يخلي كل اولاد العالم بالعالم كله، يعني مو بس بسوريا، بكل العالم، لأنه الأولاد شغلة فظيعة. هذا الولد شيء، إن شاء الله بتعيشوا وبتتجوزوا وبتجيبوا أولاد إن شاء الله. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك الدافي بقلوبنا على طول. شكرا كثير لكم على أنكم دائما كل سنة بتحبوا تعملوا لقاء معي بعيد الأم، هذا بيسعدني لأنه أنتم بتحبوني. أنت أيقونة، ما فينا أيقونة، ما في حدا يقدر يغمض عيونه وما يشوفها. شكرا كثير لك، شكرا لسوريا، شكرا لتكريم سوريا إلي بأي مكان. شكرا كثير، شكرا كثير لك، وكل عام وانتي بألف خير من جديد.